بعدين إن شاء الله، هنتقابل بكرة. أنا آسف قوي تأخرت عليك، تعرف لما باجي مصر ما بخلصش من الزوار. ازيك عبد الحميد؟ وحشتني. لا قول لي، قبل ما ابعت لك تلغرافي ان انا جاي، كلمتك في التليفون من 4 ايام، رد عليا صوت غريب. ما انا بعت الفيلا كمان. انا نصحتك اخر مره كنت فيها هنا، فاكر؟ قلت لك العمليه دي خسرانه، ما سمعتش كلامي. كله يتصلح. بتقول كله يتصلح؟ ازاي؟ انا عارف بقول ايه، ما تحملش هم، اطمن. الاولاد عاملين ايه؟ الحمد لله. مش هتيجي تشوفهم؟ ده انت وحشهم قوي. ده عيد ميلاد ناهد النهارده. وانا معقول انسى عيد ميلاد ناهد؟ كل سنة وانت طيب يا ناهد. وانت طيب. الله. اسمعي للآخر، هتلاقي في كلام كتير عايز اقوله. مريحة للنظر مش كده؟ أيوة. ده أنا مش عاوز أشيلها أبدا. الغالي بيجيب الغالي. ميرسي أوي. كنت فين؟ وحشتيني من زمان. هي بقى السجاير اللي وحشاكي. عشان ما تجيش اللي على إيديك. الله، ميرسي جدا يا أنكل. هي دي بالظبط اللي أنا كنت عايزها. حضرتك جبتها من بيروت؟ من الكويت. كل حاجة من بلد. وإقامة حضرتك الدايمة فين؟ ماليش إقامة دايمة. محل إقامتي بيحدده الشغل. لو في مصر ببقى مصري، لو في بيروت ببقى لبناني، لو في نيروبي ببقى إفريقي. شربات. بس أنا زعلان من ناهد. إزاي تبقى عارفة إن أنا جاية عشان عيد ميلادها وما تستنانيش؟ حقها هي اللي بتحل القعدة. اتفضل يا سليم بيه. ميرسي. أنكل سليم أهلا. الحمد لله على السلامة. وحشتنا قوي. انا اسفه المواصلات زحمه جدا. اتفضل. انت لسه زعلان؟ الحقيقه ما اقدرش امثل الزعل اكتر من كده. حد يشوف الوش الحلو ده ويفضل زعلان. كل سنه وانت طيب. يجنن يا حبيبتي. احنا قلنا الغايب مالوش نايب. يا بابا. ميرسي قوي، ميرسي قوي يا عمو. يا ترى هيعجبك يا عصام؟